السلام عليكم، تحياتي ومحبتي لكم. فاليوم عندي رسالة مهمة للناس اللي تيبغيو يستعملوا الأعشاب. من بين هذه النصائح لكم، أي واحد بغى يقدم على استعمال الأعشاب فيستفد من ما سوف أقول. على أي نبدأ بشيء واحد؟ نبدأ بأول شيء. أول شيء، عند اقتناء الأعشاب لابد من الإنسان يتقن من المصادر ديالها. يجب على المصدر يكون موثوق به، نظرا لأنه عدد من الأعشاب الإنسان تتعرض للغش، لأنه تتمشي تطلب عشبة وإذا به تعطيك عشبة أخرى أو تتكل عشبة قديمة. علاش؟ لأنه إذا كانت العشبة جديدة ونقية ومزينة فتفي بالغرض. ثم أكثر من هذا، خص لابد من الإنسان أنه يلاحظ واحد القضية وهي مهمة، هو أنه يسأل أهل الكمية اللي خصو يستعملها. وغادي نقول واحد القضية، هو أنه الجرعة هي السم، سي لا دوز كي في لو بوزون. فالجرعة إذا زادت على حدها فما تتبقاش هذا. إذن هذه الرسالة اللي بغيت نقول لكم، أنه يتناولها ويستشر دائما الطبيب إذا كان تحت علاج، أو أنه يتناول بعض الأدوية. ثم يحرص، وهذه من الوسائل الثالثة، أنه يحرص على يرد البال من تفاعل الأعشاب مع بعض الأدوية، ويستشر الطبيب ديالو، يستشر الصيدلي ديالو، على وجود ربما تقدر تكون إمكانية ديال تفاعل بعض الأعشاب أو العشبة اللي انت بصدد تناولها تكون عندها تفاعلات كيميائية مع بعض الأدوية، وإما تتبطل أو تزيد أو تتحدث شي حاجة أعراض جانبية التي لا يمكن عندك. هناك شيء آخر وخصنا نستفد منه، هو الأثر العلاجي للأعشاب غالبا لا يحدث بصورة فورية، فلا بد بالمدة تكون طويلة، ولكن دائما بين قوسين أن نستشير الطبيب ديالنا ونستشير الناس أهل الاختصاص على أساس باش نعرفوا بأنه هاد العشبة راه ما عندهاش عوارض جانبية إذا خدتها لمدة طويلة وما تتعارضش مع بعض الأمراض اللي تتكون عندنا. هناك شيء آخر لابد من قوله، هو أن هناك بعض الأمراض، وهذا أطمئنكم وتنزف لكم هذا المشروع، هناك بعض الأمراض التي تشفى بعشبة واحدة بدون اللجوء إلى الخلطات الطويلة، إلا أنه في الوقت فاش تنكونوا بغينا نديروا خلطة فخصها تكون على يد إنسان ماهر ويكون عنده دراية بالأعشاب، على أساس باش الخلطة تتفي بالغرض وتكون خلطة لحالة المريض. ودائما دراسة الحدد، لأنه على الخطرات نسول المريض واش عنده السكر، واش عنده بعض الأمراض تشكي منها، لأنه الخلطة اللي بغينا نديرو. فهذا تحياتي إليكم وعلى ربي تكونوا بخير، فإلى فرصة قادمة إن شاء الله.